كنرحبوا في موقع انصار فريق رجاء البيضاوي ديما رجاء.com بسي عبد الحق الزاوي. سي عبد الحق الزاوي ليكس بريزيدون ديال الكوميتي ديال الباسكت في فريق رجاء البيضاوي. مرحبا بك سي عبد الحق. الله يبارك فيك. شكرا ترحب بجميع الرجاويين. سي عبد الحق الزاوي، يعني كما هو معلوم البارح كانت الجمع العام ديال في الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله، واللي تم على اثرو انتخاب سي محمد الديني رئيس للجامعه ديال كره السله. نبغيو يعني كما هو معلوم عند جميع الرجاويين ان سي عبد الحق الزاوي كان هو المرشح الثاني مع سي دينيا، ويعني وحنا كجمهور يعني كنبغيو نعرفوا كيفاش كانت هاد الانتخابات في المقر، ونبغيو نعرفوا قبل يعني كيفاش دازت التحضير لهاد الانتخابات، وكيفاش كان يعني الاجواء ما بعد ليزيليكسيون. بسم الله. اولا نبداو قبل ليزيليكسيون. هو اللي كان ما كناش دو كانديدا، سي دينيا وسي الزاوي اللي كانوا كانديدا لا بريزيدونس، كانوا خمسه ديال لي كانديدا. اللي تيعرف الجميع هو بان لي كانديدا الاخرين سحبوا لا كانديداتور ديالهم. ما نقدرش نقول لك بان كان داكشي مرغمين، ممكن كانوا مرغمين. انا جي با سيدي، بقيت حتى الاخر نفس، وكانت حمله عاديه قبل لاسومبلي. ونهار لاسومبلي انا بعدت انا في المكتب الجامعي مده سبع سنوات في لاسومبلي. درنا لاسومبلي ديالنا عاديه، قرينا رابور مورال فينونسي، داز كلشي مسائل عاديه. ووقت اللي غندوزو الانتخابات، السيد المسؤول باللجنه القوانين قال بان كاين باقيين اربعه ديال لي كونديدا، وممكن واحد جوج سحبوا. فعلا ديك الساعه ناضوا سحبوا، لان كانوا سحبوا الترشيح ديالهم. وسولوا مسيو دينيا وسولوني انا شخصيا، انا قلت لهم ما محيدش الترشيح ديالي حتى الاخير حتى الانتخابات. يعني نبغيو نقولوا سي عبد الحق باللي يعني انت كنتي متشبت بالترشيح ديالك لاخر نفس. بالطبع، واخا كانت هضره والقيل وهادي باش نحيد الترشيح ديالي، انا ما حيدتوش. لان اولا انا مرشح ديال فريق كبير، فريق الرجاء البيضاوي، ومرشح ديال لا ليغ التشاويه اللي عندها الكلمه ديالها في كره السله، لان هي ام العصاب في كره السله. ما يمكن لياش يجي اي واحد ويقول لي اسحب الترشيح ديالك لصالح واحد اخر. الو بقيت متثبت بالترشيح ديالي حتى لاخر لحظه. الو في لاسومبلي ناضوا الناس تيقولوا وتيطالبوا بالمرشحين بجوج، يعني سي دينيا وسي الزاوي، يخرجوا واحد 10 دقائق ويتفاهموا بعضياتهم ويجيبوا لنا مرشح واحد. قبلنا الفكره سي دينيا وانا. نبغيو نعرفوا سي عبد الحق، واش يعني قانونيا هذه المساله هذه جريبه العمل، ولا يعني هذه شي حاجه اللي كانت شي حاجه اكسبسيونيل؟ لا، هو اللي تنعرفوا بان لاسومبلي لي سوفرين، لاسومبلي مي تتقرر شي حاجه تدار، ان لاسومبلي هي اللي تتقرر في كل حاجه. المهم لاسومبلي طلبات منا هذا الشيء، واخا كانوا ناس اخرين اللي كانوا معنا في المكتب ولا ما عجبهمش قال لك نطبقوا القانون، ولكن حتى هذه راه صيغه من القانون. سي دينيا وانا قلنا بان ما عندناش مشكل. يعني كنتوا نبغيو نقولوا شكون كنتوا راضيين على يعني على الاتفاق وتخرجوا وتتفقوا بجوجكم. هذا الشيء اللي كاين. وانت هي كنتي راضي عليه؟ لا، انا رضيت عليه، لان سي دينيا خذ الكلمه وقال بان هو راضي ويشوف مع سي الزاوي. انا قلت له انا ما عنديش مشكل. انا هي هذيك ما طلبنا الاذن من حتى واحد، خرجنا بجوج، مشينا للمكتب وسدينا علينا بجوج واحد 10 دقائق وتفاهمنا. وكانوا عندي شروط. سي دينيا رجل سلطه، رجل معاملات، هذه خليت ليه الرئاسه بشروط. شروط نقدر نقول لكم انا هذا سيلو السيد ديال الرجاء، شروط اللي كانوا بيني وبينه وكان عطاني الكلمه عليهم. اولا طلبت ليه لاصال ديال الرجاء، لان عندنا واحد لاصال ما مغطياش. اول طلب ديالي انا هو لاصال ديال الرجاء خصها تولي اون سال ديال كومبيتيسيون، خصها تصلح وتصايب وتغطى. هذه هو لا كونديسيون الاولى. وقبل لا كونديسيون الثانيه هو لا ليغ التشاويه، لان تنتمي ليها باش تكون عندها مقر، لان حد الان ما عندهاش مقر. والثالثه هو نكون اول فيس بريزيدون. وقبل
واتفقنا بان غادي نعملوا مجموعين. وكما قلت انا في لاسومبلي لان من بعد خرجنا ودخلنا لاسومبلي طلبوا منا اشنو درنا دوينا بجوج، وهو قال بان السي عبد الحق الزاوي تيخلي سيدينيا الرئاسه وغادي يخدم معايا في المكتب كنائب الرئيس، وبان وشكرني وهادي المهم ماشي هذا الشيء ماشي مهم. اسمح لي سي عبد الحق نقاطعك، يعني اللي بغينا نعرفوا باش ما نمروش مرور كرام على بعد شويه من الكلام، يعني كنعرفوك انك ترشحتي وكان عندك واحد يعني واحد الحس حماسي انك غتكون رئيس ان شاء الله، ولكن يعني من بعد قبلتي، يعني نبغيو نعرفوا زعما علاش كان القبول ديالك، واش هو كان اصلا يعني حسيتي بالانهزام قبل الوقت، ولا كان يعني يعني هذا رد فعل ديالك باش كره السله المغربيه تمشي لقدام وما تكونش يعني من الناس المزيرين؟ لا هو ما نكذبش عليك، انا اول حاجه اللي تنخمم فيها هي الفريق ديالي. انا خممت اني واخا كاع نكون رئيس باش غادي نوض كرئيس ونبدا نصايب القاعه ديال الرجاء غادي المغرب كله بيغوت، لان انا رئيس ديال الجامعه وتنخدم لصالح الفرقه ديالي. اليوم تعطاتني الفرصه وجاتني هذه الفرصه هذه باش نكون وراء الرئيس وتصايب القاعه ديال الرجاء، هذا هو الفوز عندي انا، لان انا 12 عام وانا في راس الفرع ديال كره السله وتنطالب بالقاعه، ما عمرها ما عمرنا تمكنا منها. الى اليوم هذا الرئيس غادي يعطينا هذه القاعه، هذا راه ربح كبير للفريق ديالنا. انا ما كنتش نقلب على المنصب كمنصب، ولكن دابا الا كنت برومي فيس بريزيدون في لا فيديراسيون رويال ماروكين دو باسكتبول راه بحال برومي فيس بريزيدون بحال رئيس، راه بحال فرق واحد اللي كاين هو بان الرئيس في الواجهه هو الكل. انا وراه ولكن راه نفس الرتبه نفس الكاليفيكاسيون نفس لا فونكسيون ما كاين حتى. والسي عبد الحق يعني نبغيو نعرفوا منك يعني كيفاش كتقيم لنا المستوى ديال الفريق ديالنا هذا العام، هذا نبغيو نعرفوا يعني شنو الجديد شنو اللي كاين هذا العام هذا في كره السله ديال الرجاء. بالنسبه للفريق ديال كره السله الرجاء البيضاوي، حنا هذه سنين وحنا تنكونوا ليجون، والحمد لله حنا يمكن في المغرب الفريق الوحيد في بريمير ديفيزيون اللي تيلعب الاولاد ديالو 100%، وعندنا فريق اللي غادي يقول الكلمه ديالو ماشي غير هذه السنه، يمكن في السنوات الجايه وبالنسبه ليزيترونجي هذه السنه هذه جاو ديزيترونجي اللي غادي يديروا لا ديفيرونس ان شاء الله. فوالا هادشي اللي بغينا تكلم لينا عليه شويه انتدابات، كاين انتدابات سي عبد الحق؟ بيان سور كاينين ثلاثه ديال الانتدابات، كاين واحد جوج سيليغاليين، واحد بيفو واحد مونور، وكاين واحد من لا كود من الكونغو تيلعب مونور وإلي، وثلاثه لاعبين مزيانين بزاف وغادي يعاونوا هذوك لي جون ان شاء الله. يعني القليل في الناس سي عبد الحق اللي كيعرف انكم يعني كل اونفان كنقولوا الكثير كيعرف انكم في الباسكت، والقليل اللي كيعرف انكم راه في كره القدم. يعني نبغوا نعرفوا شكون هو سي عبد الحق الزاوي في المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي لكره القدم. انا اولا نقول لك انا قبل ما ندخل لكره السله في 98 99 كنت في كره القدم، انا ماشي من دوك الناس اللي تيمشيو لواحد لا ديسيبلين باش يطلعوا للفوتبول، انا كنت في الفوتبول قبل كره السله، وهذا العام عاوتاني رجعت لكره القدم وانا هو البريزيدون ديال لا كوميسيون لوجيستيك في الرجاء كازابلانكا. كنشكرك السي عبد الحق على يعني هذا التدخل هذا ديالك، وكنتمنوا لك يعني كيف كيقولوا كاع الناس مشوار كبير مع فريق الرجاء البيضاوي. الله يبارك فيك وشكرا، وتنشكر الجمهور الرجاوي بزاف بزاف اللي تيعاون الفريق ديالو، وهذه في هذا الوقت هذه غادي النادي ونعاود نقولها راه حتى كره السله محتاجه الجمهور ديالها، راه غاب عليها هاد السنوات الاخرى، راه خاصو يجي يعاونها ويعاون هذوك لي جون اللي تيلعبوا في الفريق. شكرا سي عبد الحق.